الأنبنة يحملوا الأكسجين في صورتين الدم تحت صورة فيزيكال ومعناها الأكسجين المزاج، وده لو خدت 100 سنتي أمبير للأرض هيبقى 3 من 10 مللي، وصورة كيميكال اللي هو مع الهيموجلوبين وده 19.4 في 100 سنتي. وعليه حاجات جميلة اللي حضرتك تعرفوها، إن وجود الهيموجلوبين زود مقدرة الدم على حمل الأكسجين 70 تايمز، الرقم ده قد ده 70 مرة. يبقى إذا الأنسجة بتعتمد أساسا على الأكسجين كيميكال ولا فيزيكال؟ كيميكال. فما تيجي نغض البصر عن الفيزيكال ده من بعد، لأن الفيزيكال هو ده اللي بيدي أكسجين تنشن أو أكسجين بريشر. هذا قلنا الى سؤال ثاني، ايه اهميه البريشر او الاوكسجين تنشن؟ اوعى تنسى الجمله دي، الغازات في الاتحادات الكيميائيه مع الهيموجلوبين لا ضغوط لها، فقط الغازات المذابه هي اللي فيها ضغط. gases in chemical forms have no tension only in physical form. فيبقى الفيزيكال اهميته انه قال التنشن. هيسألك في الشفوي، طب ايه اهميتك انك تعرف تنشن؟ حاجتين، بتقول لك من الى طول عمر الغاز هينتقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل. يعني حاجه ولا اهم؟ صدق ولا مصدق؟ ان الصغير اللي هو الفيزيكال قليل هو اللي بيتحكم في الكيميكال الكبير. كل ما زاد الوزان زاد ضغط الاكسجين، زاد الكمية المتحدة مع الهيموجلوبين. يبقى كأن مين اللي بيحدد مين؟ صغير ولا بيحدد كبير؟ دي مهمة، احنا معتمدين على الهيموجلوبين. لكن طب الكمية الصغيرة الفيزيكال دي أهميتها إيه؟ هي دي بتدي تنشن. طب وإيه أهمية تنشن؟ حاجتين، بيقول لي من إلى من الضغط الأعلى لضغط الأقل، وكل ما زاد الفيزيكال زاد بريشر او تنشن زي المتحد مع الليمون. هات بقى الصفحه دي عشان تفهم اجابه السؤال. فاحنا اي عيان من الاربعه اللي عندهم هيبوكسيا هندي له اوكسجين تحت ضغط او اوكسجين. فلما هندي له اوكسجين بعض اوكسجين كده من الرئه هيزيد الاوكسجين المفروض الفيزيكال ويل كيميكال. الفيزيكال هو ده اما الكيميكال متحد مع الليمون. فأول نوع الهيبوكس كالبوكس، بص على الرئة عم فيها ضغط فوق. هل الهيموجلوبين خرج ساتيوريتد في الهيبوكس كالبوكس؟ بص على نفسه. لا طبعا، لو خرج الأوكسجين كونتنت قليل، يبقى هيستفاد إن كامل. أز ويل أز إن فيزيكال. أوريدي الأول في حتة زرقاء يخرج من أرضية ضغط هيبوكس كالبوكسيا مش مشبع. يبقى لما تديله اوكسجين تحت ضغط هيزيد الكيميكا، هو المهم اللي بتعتمد عليه الانسجه، وفوق البيع هيزيد الفيزيكا. فانا ابص للنوع الثاني هنبقى والثالث ستاجن اللي ممكن من فولي ساتوريتد ولا ناقص؟ ساتوريشن. يبقى لما تبص على نفسك انت ملونها فولي ساتوريتد يبقى هيزيد الكيميكا ازاي؟ يبقى الكيميكا مش هيزيد، هيزيد بس هو الفيزيكا. وطبعا ده كبير جدا. يبقى الاستفاد حقيقة من العلاج هو لأن أتذكر إن الهيبوكسيا هيبوكسيا عند موست كومن تايب أون هيبوكسيا، وهو أكثر استفادة من العلاج لأنه بيزيد في الكيميكال ثم الكيميكال ثم الكيميكال، مهم 70 مرة عن الفيزيكال ثم الفيزيكال. أما الأنيميك والاستاكنت أوريدي الدم سابق ليها فولي ساتيوريتد بالأحمر وبالأوزن، مش مكانة الهيبوكسيا. يبقى هيستفاد المزاد بس وده كميته تافهه. انما النوع الرابع لا مش هيستفاد، لان المشكله مش ناقصه اوبشن. خلينا السؤال بيرجع محمد الاوبشن اكتر من مبدا احمر من كده مفيش، المشكله مش عارف ياخد اوبشن، يبقى يديله اوبشن يقلب يبقى مش هيستفاد خالص. يبقى
يبقى لايت بوكسنج اكتر واحد بيستفاد، لانه استفاد ايه؟ كيمي ثم ايه؟ اسمعني كيمي ثم ايه؟ كيمي ثم بيت. تاني والتالت استفاد حاجه بسيطه جدا من المذاكره فيزيكال بس، الرابع ما استفادش حاجه. اكتب الصفحه فقط. ده الاوبشن ديسيشن كام؟ اللي هو اللي قلت لكم الدكتور عارفه. تعرف؟ قلت لكم انواع فين البشاوي؟ انواع الهيبوكسيا؟ اي دونت ثينك سو. ده ازاي يعني النقط لو حطينا الارتيريال بوينت والفينس بوينت هي اديتك الاوبشن ديسيشن كام؟ اي كير جملة رقم واحد تقول بتحط ايه ضد ايه؟ بتحط نسبة التشبع سنسبريشن بمواجهة ضغط الاوكشن بي او 2 ومن رائع الخلق والخالق انه احنا دلوقتي النقطة دي عايشينها حضرتك وحضرتك والعبد الله ضغط الاوكشن في الارتيال باب 100 حتى رقم نودز 100 دلوقتي نقطة عايشينها البلاد بي سي بالرئة وهو نيرلي فولي ساتوريتد 97% مشافة صح؟ شيء رائع اهي دي أول نقطة حتى لو طلعنا فوق جبل عالي وانخفض الضغط من 160 ما زال الساتوريشن ده ب 97 93 يعني أقل حاجة تافهة حاجة بتبص مش 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 هنباص بس عشان كده هي عرفنا ان الكيرف ماشي هوريزونتال عن اللمبة وايه اهمية اللي يمشي هوريزونتال؟ مهما انخفض التنشن ما زال الساتوريشن عالي وانا هحفظها لك بطريقة حلوة ان عند اللمبة في 3 اتش الكيرف هوريزونتال ادي اول اتش ليه؟ لان عند الهاي تنشن اللمبة يبقى عندها تنشن اعلى بالتيشو طبعا ربنا خلق الليبوك من عنده هاي افينيتي يبقى ليه الكيرف هوريزونتال عند اللنج؟ لان عند اللنج التنشن ايه؟ هاي وعند الهاي تنشن في هاي افينيتي بما يضمن ان الليبوك من بتاعنا يطلع ساتوريتد حتى لو طلعنا فوق جبل عالي وانخفض التنشن شويه من 160 ما زال فوق 90% ساتوريتد يجي بقى عند التيشو العكس تماما عند تنشن 40 والنقطه دي مهمه قوي لان عايشينها انا وانت دلوقتي ده الريستي وانتوا قاعدين التنشن في التيشو في الفينس بار 40 تلاقي الساتوريشن كام؟ 70% حل الاعداد الهيموجلوبين طلع 97% مشبع رجع 70% يبقى الانسجه خدت كام؟ 27% تقريبا الربع لو عملت اكسرسايز خفيف جدا وانخفض التنشن من 40 ل 20 بس تلاقي الساتوريشن انخفض من 70 الى 30 يعني الاول خدنا 27% ومع اقل انخفاض خدنا كمان كام 40% ده ليه بقى؟ لان الكيرف اعكس هنا كان اتش اعكس هنا ماشي هورزونتال هنا ماشي فيرتيكال هنا عند الهاي تنشن في هاي افينيتي، هنا عند اللو تنشن في لو افينيتي. فده يضمن التشبع الساتوريشن وده يضمن الديسوشيشن. لما توصل نقاط كده بيطلع شكل كيرف اس شيبنج. ربنا خلق الهيموجلوبين بجمله واحده بسيطه ساتوريتد عند الرئه حتى لو الضغط انخفض من فوق الجبل. وديسوشيتد عند التيشو حتى لو الضغط ما انخفضش قوي مع ماي اكسرسايز مش اروع من كده احنا عاوزينه يشيل عند الرئه ويسيب عند الفيشن ربنا عمله احسن من طلبناه يشيل عند الرئه حتى لو الضغط انخفض زي في الهاي التيتيود ويسيب عند التيشو حتى لو الضغط ما انخفضش قوي زي في الماي اكسرسايز ايه اللي فسر الظاهره دي؟ ان هنا هوريزونتال وهنا فيرتيكال اوعى تنسى تانا اتش عند اللنج هوريزونتال لان ربنا خلقه عند الهاي تنشن في هاي افينيتي وهنا فيرتيكال ايه؟ لان ربنا خلقه عند اللو تنشن هنا لو تنشن في ده بيبقى فيه لو افينيتي في ده الاوكسجين شن جيم انا عايز بقى احط انواع الهيبوكسيا على الكيرف ده ف
فهغير لونه خليه لون احمر. احنا قلنا الهايبوكسيا كايبوكسيا الارتيريال بلاد ناقص في كل حاجه. خلاص؟ ناقص في التنشن وناقص في الساتوريشن ناقص في كل حاجه، يبقى ده الهايبوكسيا كايبوكسيا سيليكا هيك. بس هنا المهم اقص النار، ده هايبوكسيا كايبوكسيا. بينما الارتيريال بوينت لما تبص في التلات انواع التانيين انيميك والستاتيك والهيستوكسيك كلهم التنشن نورمال والساتيوريشن نورمال كلهم عند النورمال النقطه الطبيعيه ثلاث انواع التانيين اللي هم الانيميك والستاجنانت والهيستوكسيك. فينس بوينت اس كل الانواع دي النقطه الطبيعيه يعني. دي النقطه الطبيعيه. كل انواع التنشن والكونتنت والساتوريشن بيلو نورمال ما عدا الهيستوتوكسيك اباف نورمال، يبقى الهيستوكسيك لوحدها والثلاث انواع التانيين لوحدهم. يبقى حلو تملي النتيجه 3-1 في الارتيريال بوينت. في الارتيريال بوينت واحد بس هو اللي عطس اللي هو اول واحد هيتوكسيك والباقي كله نورمال عند نفس النقطه. طب في الفينس بوينت ثلاثه اقل واحد اعلى اللي هو هيستوتوكس. ده مهم قوي الكيرف ده بيتسال في الشفا واقول لك حط لي انواع الهيبوكس على الكيرف. طب ده طالب بقى ممتاز وعايزين يطلعوك اول فاهم كل حاجه هيشوف الانفاق وهيعرف يحطهم على الكيرف ده مش موجوده في الكتاب. بس بقى نسأله طالب ممتاز قوي يقول طب حط لي بقى انواع الهيبوكس كايبوكس على الكيرف. فانا اوريدي ساعدتك اوعى تنسى النتيجه 3 ايه؟ 1. في الارتيريال بوينت ثلاث انواع النورمال بوينت اللي بيطلعوا نورمال. الانيميك اخر ثلاث انواع الانيميك والستانس التوكسيك ارتيريال بلاد طالع نورمال تنشن نورمال نورمال ساتوريشن. اوعى تنسى انيميك اللي ناقص عنده كونتنت بيستخدم الساتوريشن مش الكونتنت. ونوع واحد هو اللي ناقص هيبوكسيا بوكسيا. الفينس كلهم بيو نورمال ما عدا واحدة ليست توكس اباف نورمال دي نورمال بوينت يبقى كلهم كلهم على واحدة هنا اللي هي ليست توكس. طيب هات بقى كاربون مونوكسيد بوينت ده دي مش موجودة في الكتاب بس انا بحب اقولها ليه؟ ان انا هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. الناس تفهم مش حاطة في الكتاب هتشوفوا في امتحان الرابع بس ذاكروا كويس عاوز تفكير. تعرفوا الكربون بوينت فقط المعلومات اللي عندي. Today it causes more deaths than any other gas all over the world. لما يسألك كيف تربح المليون من هو أكثر غاز بيعمل وفيات في العالم كربون مونوكسيد. تاني حاجة في المعلومات اللي عندي. It was used by Greeks and Romans to execute criminals. كان يستخدم من قبل اليونانيون والرومان في اعدام المجرمين. النهارده بيعدموهم في امريكا بالسانايد غرف الغاز فيها سانايد. زمان اليونانيون والرومان كانوا بيعدموهم بالكربون مونوكسيد اللي هو ايه يعني الكربون. تاني جمله فقط معرفت عنها من هو اكبر منتج للكربون مونوكسيد في عالمنا هذا؟ المافلرز الشكمانات بتاع العربيات. العربيات هي أكثر منتج للكربون مونوكسيد. شكمان، عارفين الشكمان؟ طبعا. طيب اكزوم، صح اكزوم، صح يعني تعالي. فدي معلومات عامة تبقى عليك. ما هو عيب الكربون مونوكسيد؟ ليه ثلاثة عيوب. واحد، إن الهيموجلوبين اللي التحد مع الكربون مونوكسيد لم يعد قادر على الاتحاد به أكسجين. يعني يا أكسجين يا كربون مونوكسيد. تاني عيب إن الأفينيتي بتاع الهيموجلوبين للكربون مونوكسيد 210 أو 200 مرة قد الأفينيتي للأكسجين. في بعض الكتب بتقول 210 في بعض الكتب بتقول 200. ده لسه ده منه ما يفرقش عارف يعني إيه الأفينيتي 210؟ يعني مهما كان الكربون مونوكسيد قليل هيتحد مع كميات كبيرة من الهيموجلوبين. لو الهيموجلوبين عاوز الكربون مونوكسيد مش عاوز الاكسجين. تاني عيب لا منه ولا كفايه شرط. حتى الهيموجلوبين القليل لسه متحد مع الاكسجين ما سابوش في حاجه. خلاه ما يدوش الانسجه. شفت الكيرف للدخل اللي هو لودي يمسك الهيموجلوبين الاكسجين
مش نسيت. محمد دمشق لوري محمد شيخ ولايات. فلما عشان ما تنساش هنا في سؤال رائع شافه. الكربون دايكسايد اللي هو النور اللي بيطلع في الميتابوليزم لما بيمسك في الهضم بيخليه يسيب الاوكس بيسيب بيخلي الكاب شيفت 2 ده رايت. انا بحفظها بطريقه جميله. احنا عندنا مين حلو مين ولا اهل يسار؟ يمين طبعا. فالكربون دايكسايد اللي بيطلع نورمال عندنا هو الحلو ايه؟ بيشيفت الكاب 2 ده رايت. انما الكربون مونوكسيد ده شرير اللي بيشيفت الكاب 2 ده لازم اوعى تنساه من غير ما تفكر في الام اس كيو. نورمال هو الكربون دايكسايد ده حلو غير شكل ممكن يخليه يسيب الاوكس يشيفت الكاب 2 رايت. انما الكربون مونوكسيد وحش يشيفت 2 ده لا. رابع ايه؟ ان لو اتحول 70% من الهيموجلوبين لكربوكسي هيموجلوبين تفقد الوعي ايميديت. ما تقدرش تشيل 30% من الهيموجلوبين باوكشن بس. 70% تفقد الوعي. يبقى اربع عيوب. ان اللي هيتحد بالكربون مونوكسيد ده اللي هيتحد بالاوكشن. وده فيك 210 مره. حتى اللي ما زال متحد مع الاوكشن ما سابوش في حاله، خلاه ما يسيبش الاوكشن الانسي. شفتوا ده لف ناحية الوحش لف رايت يا الحلو 70% بتاع مع كربون سايد تساوي انك فقدت الوعي. وده امر خاص لعبد الله ربنا اللي خلق كل حاجه. كان مخي يقول لي هو ليه ربنا ما خلاش اللي ممكن يحب الاوكشن اكتر الماده الحلوه وبيحب الماده الوحشه كربون سايد اكتر؟ ليش يقول ده ميرسي وكربون راحت ربنا ليه؟ قوم حريقة بتلاقي ناس بعد حريقة متفحمة تروح يا نهار أبيض ده الناس دي تعذبت عذاب رهيب ما تعذبتش خالص. إذا ربنا خدنا عن انبعاث كمية ضئيلة من الكربون دايكسايد مونوكسايد هتتحد مع كميات كبيرة من الهيموجلوبين. ليه؟ لأن الأفينيتي الأفينيتي كم مرة؟ 10. ولما تتحد مع كميات كبيرة وتبلغ 70% الشخص هيفقد الوعي ولا يطير الشاة سرخها بعد ذبحها. مفيش حاجة يا ربنا ليه عمل الكلام ده؟ عشان يخدرك عشان ما تحسش وانت بتتحارب. السؤال اللي كان لازم كل واحد يساله نفسه ليه الافين دي عالية كده؟ مش ربنا اللي خلق كل حاجة فكان خلى الافين دي اوبشن أعلى. ده قصد إيجابي. مع أول انبعاث في الحريق الكمية من صغار الكربون سايد تتحد مع كميات كبيره من الهيموجلوبين اللي قدمت 210 مره ولما يبلغ كميه الهيموجلوبين بتاعها مع كربون سايد 70% فقد الوعي. خد بالك وحتى الهيموجلوبين اللي ما زال مع الاوبشن قال له ما تسيبش الاوبشن انسجم عشان الغيبوبه تحصل بسرعه البرين ما ياخدش اوبشن الهيموجلوبين ماسك الاوبشن يديه البرين ايه الرابعه دي؟ تدل على انه وراء الخلق خلق مش العكس بل نفهم شيء رائع. سيمبتومز واحد عنده كربون سايد باي بيموت من نقص الاوبشن اتخيل لونه بايه؟ هذا خط لان الاول كربون سايد بيدي انيميك هايبوكس تحت مع الهوبل انيميك هايبوكس هو مش ازمه هو مش بس مش ازمه ده احمر لان الكربوكسي هيموجلوبين ريدي كلر ريدي. وعليا عندنا سؤال في الامريكان في الام اس كيو يقول لك ريد هايبوكسي يعني عاد بيموت من نقص الاوبشن لونه احمر، مفيش غير اثنين عيانين هم اللي بيموتوا من التوكس لونه احمر. سايلايت بايدنج وكاربون سايد بايدنج في غرف الغاز افتكروا. اللي بيعدموهم في غرف الغاز بالسايلايد دلوقتي او تمام بالكربون مونوكسيد هم الاثنين بيموتوا من نقص الاوبشن ولونه احمر. كاربوكسي هوبل لونه احمر. تاني حاجه برضه تبين الروعه. في الاناميك هايبوكسي اللي فاهم كويس ضغط الاكسجين في الدم ايه؟ في الارتيا بلاند. نورمال، لان مفيش غير حاجه واحده بس اللي ناقصه في الاكسجين. تنشن نورمال. هو احنا قلنا في الكيميكال ريجوليشن والاكسبريشن اللي هيحضرها معايا اللي ما حضروش يوم الجمعه الساعه 1 اقول تاني الكيميكال ريجوليشن او الاكسبريشن ان ربنا خلى الاكسبريشن ستيميليتد مش بنقص الاكسجين. بنقص ضغط الاكسجين. اللي هو نورمال في الانيميك هيبوكسي. فالعيال ده اللي بيموت من كربون مونوكسيد بودي لونه احمر والريسبريشن نوت ستيميليتد. لان التنشن اوبشن ضغط الاوبشن في الانيميك هيبوكسي نورمال.
ستيشن نقص وهو ضامن. ولسبب تاني ربنا مش عاوز يستمر سبيشن من عادي ويحاول ياخد اوبشن، عاوز يخدره بسرعه. ففي الكربون مونوكسايد صدق ولا تصدق الاكسبريشن از نوت بيجريك. يبقى تخيل واحد بيموت من نقص الاوبشن بالنقص، يموت من نقص الاوبشن ويموت من نقص الاوبشن والاكسبريشن نورمال. وفهمنا القصد الالهي ان ربنا عاوز بسرعه البرين يبقى جاي واعي عشان قبل ما يحسش حاجه. فعمل كذا حاجه رائعه، خلى الاثنين يتلموا 10 مره، خلى الاسبريشن نوت ستيميليتنج، خلى اللي ممكن يمسك العكش ما يدهوش البريم، خلى شفت الناحيه الوحشه اللي يمسك في العكش ما يدهوش. ولو وصل 70% فقد ايه؟ الوعي وهو المطلوب. عشان ما يحسش شيء واحد. تريتمنت. دخلت على مجموعه من الناس بيتدفوا وبتنبعث غاز اكسيد الكربون وفي حاله اخماء. ايه اول حاجه تعملها؟ تنبت السرعه. فانت عاوز تدخل على بوس على طول. اول حاجه اذا تسيبهم من اليومش دول بره. وترمينيت الاكسبوجر. اللي قعدت عليهم جوه هتكوع جنبهم. ففي جوه كربون مونوكسايد. يبقى تخرج انت وهم بره الحته اللي فيها كربون مونوكسايد. لما تقدرش تشيل شخص بنمسكه من رجليه ونشده برضه. لو لقيته ما بيتنفس بوس، اعمل ماوس كلاوز بريد. بيتنفس مفيش داعي البوس. شابوس واحد بيتنفس. معايا؟ طيب هل تديله للاسكافا 100% اوبشن ولا 35% اوبشن و 35% سيجن تو ليه؟ يعني يجي له 35% اوبشن معاهم 35% سيجن تو 70 هم كاتبين سبب ستيميليشن ستيميشن. اقول لك حاجه، في سبب تاني بيخلي الكربون مونوكسيد يسيب الهيموجلوبين. اللي هي ستيبل فود بار. يعني الكربون دايكسايد مفيد في حاجتين. هيستيميليت السبيشن ان هو ستيميليتد وبيخلي الكربون مونوكسيد مونوكسيد يسيب الهيموجلوبين. لو لقيت بعد كل عمل بيفرقش يبقى في اكثر من 70% والتعليم مع الكارد مونوسايد يبقى تغير الدم اللي قايل الكلام ده، تعمل اكتشينج ترانسفيوجن. اكتشينج ترانسفيوجن. ده سؤال نظري مهم. كارد مونوسايد بوينت. البنت مجرم انه يحمل اوبشن. السلفي مجرم اكستريم ريت كونديشن برضه لا يحمل اوبشن. طيب ايه البنت؟ البنت مجرم بيوكسيدايز اللي ممكن انها تبتدي يعمل انفكشن. الإجابة من الخطأ الكريم. اوبشن ثيرابي لسه علم بس عاوز نفهمها مع بعض. الطالب عاوز ياخد امتياز قالوا له قول العلاج، ايه تأثير علاج الاوبشن في انواع الهيبوكسي؟ فيقول انه أكثر واحد هيستفاد هو الهيبوكسيك هيبوكسيك. مين هيستفاد قليل؟ لس اثنين اللي هما الانيميك والاستاجن. مين مش هيستفاد خالص؟ في البوكس. ده الاجابه بتاعت الناس الممتازين. الاوائل عندهم راي مختلف. يقولوا الكلام ده ليه اكسبشن. في الخمس انواع بتوع الهيبوكسيا البوكسر اكثر نوع بيستفاد، في نوع بيستفاد قليل. اللي هو فينس تو ارتيريال شنط. بدا فوكس كاي بوكس بس ما استفادش. افكر ليه؟ الارضية ضغط طلع زي الفل وهو رايح الانسجة الضغط عليه فينا الضغط. هو طلع سليم 100% ساتوريت. هتديله اوبشن ساتوريت ايه؟ ما هو اوريدي كل ساتوريت. هو بعد ما مشي ساتوريت حصل ندالة. مشي ساتوريت اتحط عليه فينا لا. يبقى اما تديله اوبشن هزود شوية الفيزيك. يبقى دخلنا في الكاتيجوري الثالثة. وبالعكس في الاناميك هايبوكسيا واحد من الاسباب اللي هو الكربون ايه؟ مونوكسايد اللي هو بتاع معنوي. ده بقى لما تدي اوبشن يستفاد جدا. كربون مونوكسايد بايظ. يبقى دي الاجابه بتاعت الاوائل. الاجابه بتاعت الناس الممتازه تقول هايبوكسيا توكسيا استفاد جامد. دول استفادوا اقل ده ما استفادش. ده الواحد ممتاز. لكن اول عنده اجابات في نوع اكسبشن. في نوع من الهيبوكسيا، الهيبوكسيا ما استفادش قوي، لان خرج الضغط اوريدي كولي ساتوريتد فمش هيستفاد كيميكال. وهو ماشي حصل نبالة حطينا عليه ايه؟ فينس ضغط.
له اوبشن عشان خاطر هيزود الفيزيكس. يعني ايه هيزود الفيزيكس؟ بتديله 100% اوبشن تقول 20% اوبشن روح تعمل. طب ومين استفاد قوي من دول بتاع الكربون مونوكسايد؟ ماي. ده الاجابه بتاعت الاول. اوبشن توكسيسيتي. غالبا هتتشرب فتبني عليها نظري بس. نظري حب. مش كاتبينها، ما اقدرش بكتبهاش كارثه. ان ده من
اكتر ناس دي وبش في ماتوري اللي عنده شطار ستريس سيندروم. تبقى فاهمين جاي الثلاثة دول عنده مصيبة خاصة بيه يجيله عكس. طب افرض ادينا هايبر بانيك اوبشن تحت ضغط. هايبر يعني يالا وبارو وتنبع البار. هايبر بانيك يا روبرت كل المصايب دي بيحصل بس بسرعة اكتر طبعا. بدل 100% بتدي اوبشن تحت ضغطين يبقى كانهم 2%، 100% تحت ضغطين يبقى كانهم 2%، 100% تحت ثلاث ضغوط يبقى كانهم 300%. كل الكلام ده يبقى اكسلريت يعني ازمة. طبعا احنا خايفين اكتر حاجه على مين؟ على السي ان اس. يحصل فيه مصر تويتشز تفاضلات في العضلات ديزنس دوخه كومبالشن تشنجات كوما بيموت. ها والغرب امتى بنستخدم الهايبربانيك اوبشن؟ اسالك مضطرين نستخدمه في الكربون مونوكسيد بوينت. مش بس بندي اوبشن، ساعات بنضطر عشان عاني فوق نعمل له هايبربانيك اوبشن. والجاز جنبرين. ليه الجاز جنبرين يا ولاد؟ مش المفروض تعرفوه. هما كاتبينها بس مش فاهم التفسير. لان الاورجانيزم اللي بيعمل الغرغرينا ده انيروبيك، فبيموت لما تحطه حواليه اوبشن كتير. الجرثومه ما تستخدمش اوبشن. انيروبيك. فاحنا بنموتها بهايبربانيك ايه؟ اوبشن. ده مشروط باذن الله. تبقى عيش سؤال ناظر. اقفل الصفحه بفضل. سيانوزيس نظري مهم وسؤال. لسه ده انا سالتك بيت على الدكتور عزمت علمي ان السنه اللي فاتت اللي هي كان فيها متسع شهر الوقت على السناني يابا ده لسه ما لقيتش. ده ما بيت على ايه؟ دكتور عزمت هي العلم. ايه؟ هو اسمه جهاز يطلع يعني هتروبك وجميل جدا تطلع جاهز. سهلوني نظري مهم وسهل. ده مش فاهم. ده مهم طبعا. ايه كاتا ولا كاتا؟ طيب عملت حلو كده؟ انا اسف
5 وخميس 70 عدد اللي هو الرقم بتاعنا دلوقتي، عشان كده قلت القزم والسمكه والخرزه الزرقاء وتاتشو ده بديل واحد وتسرع كمان. تاتشو يعني تلبس الخشب عندنا كده تاتشو اه مش كده المسيح سيدنا تلبس الخشب. اوعى تنسى بقى انا كل ده حكيته ليه عشان نفتكر. تعالى انت قلت ما بتفتكروش معلومات بتفتكروا الحكايه. رقم الفريش من كام؟ 5 وخميس 5 جرام. النقطة الثالثة، إيه أسباب إنسانوس؟ قلنا في نوعين من الهيبوكسيا بس للإنسانوس، الأول والثالث هايبوكسيك أند ستاجنم، هايبوكسيك أند ونوعين ما يدوش، فاكرهم؟ الأنيميك بوليس توكس. طب في حاجة تانية بقى اللي هو إيه؟ لو أنا طبقت الزفارة في رقبتك هتفكس، خنقتك هتزرق في إيدي. مش كان الزميل فاضل بس أنا كاتب، إيه الفرق بين هايبوكسيا وأسفكسيا؟ البوكسيا حاجة واحدة بس نقص الأوبشن. إنما الأسفكسيا ثلاثة، نقص الأوبشن هو موضوعنا ومعاها زيادة ثاني أكسيد الكربون لأن حنك ومعاها أسيدوز. ده سؤال شافه جميل مش مجاوبه هو. طب إيه الفرق بين البوكسيا والأسفكسيا؟ البوكسيا حاجة واحدة نقص أوبشن. الأسفكسيا ثلاثة، نقص الأوبشن. معاها زيادة ثاني أكسيد الكربون وأسيدوز. طب ريليشن تو هايبوكسيا. الجملة الخالدة Cyanosis does not go hand in hand with hypoxia. مش كل عن عنده هايبوكسيا أزمة. Cyanosis does not go hand in hand with hypoxia. اللي كتاب نوعين بس عندهم زرقاني والعودي تاني الأول والتاني هايبوكسيك وستاكسيك. نمرة 2 نوعين ما هم الزور أنيميك وستاكسيك. ثلاثة في هايبوكسيا مش بس مش هزرق. اه قول لي حاجتين كاربون مونوكسيد كوزنج اند سيانايد كوزنج. اهم اشباك هو الرابع لان الاشباك صادق يوريك بينما الهايبوكسيا بتزيد سيروس بتقل او العكس العكس. هناخد عيان عنده هايبوكسيك هايبوكسيك ده 100% ازرق هايبوكسيك هايبوكسيك ومعاه سيانوزيس ده معاه سيانوزيس ده عمل حادثه حصل له هيموريدج ده نزيف بس تبقى عارف الاختصار ده عالم اتش اي ما تقعدش تفكر كلمه هيموريدج حد يعمل كده الكلام ده دلوقتي يبقى تعالى نفكر بهدوء لما حصل له هيموريدج فقد دم فقد هيموجلوبين ما بينقيش بنوعين شويه دم من اللي فقدهم اوكسي هيموجلوبين وشويه تانيين فيهم بيديله هيموجلوبين فقدان الاوكسي هيموجلوبين لما الاوكسي هيموجلوبين يقل يبقى تفتكر الهيبوكسيا تحسن ولا تسوء؟ يبقى الهيبوكسيا تزيد اهي. لكن لما افقد ريديوز الهيموجلوبين ازرق فقد الهيموجلوبين شويه من الهيموجلوبين ازرق السيانوزيس يحصل لها ايه؟ يبقى ده اثبات صارخ بينما الهيبوكسيا بتزيد سيانوزيس بتقل. بس سؤال للاسكاب فقط المنظر ان العيان كان ازرق ما بقاش ازرق هل عاد حالته سائد ولا حسنت؟ لأن الجوهر الهيبوكسيا زاد وكان لون أزرق راح احتفظتها الأجيال. هيبوكسيا إذا ديزيز سيانوزيس إز نوت أن ديزيز إز أ هدف. يعني الناس لما تيجي تقول لك هيبوكسيا وسيانوزيس يعني يستقر في روعهم إنهم مرضين في هيبوكسيا وفي سيانوزيس مرض واحد اسمه هيبوكسيا. سيانوزيس دي مش مرض دي لون عرض. المرض هو الهيبوكسيا، سيروز دي عرض، فاحنا نشوف ان الهيبوكسيا زادت يبقى المرض التالت دي النيله. وان كان الزرقان راح. خد التاني. الان ده طلع فوق جبل. فعمل تكيف اكليماتيزيشن، الهيبوكسيا زودت له عدد ار بي سي. فوق جبل ما تخرجش يا دكتور عفت استيميليت الريترو كويزس. فعمل اكليماتيزيشن يبقى كون الهيموجلوبين كتير بيشق قيد كون اوكسي وكون نيوتش الاثنين زادوا. لما يزيد الاوكسي هيموجلوبين الهيموجلوبين المحمل الاوكسجين زاد يبقى الهيبوكسي حصل لها ايه؟ ايه؟ لكن لما يزيد الريديوز هيموجلوبين اللي ازرق السيروز يحصل لها ايه؟ يزيد يبقى هم مش ماشيين مع بعض الهيبوكسي بتقل والسيروز العيان بقى كحلي. لما طلع فوق الجبل
حاطه عشان بقى بوحي حاطه زاد حاطه تحسب ان البوكس هادي هايبوكسيا is a disease. Cyanosis is a color, not a disease. احنا هنبنى الهايبوكسيا وخرجنا النقطة دي ان الهايبوكسيا does not go hand in hand with cyanosis. نقطة الأخيرة factors affecting cyanosis. أنا مش هقولها كانت نفس الأيتم في الكتاب ما كانش بس طريقة العرض مختلفة خليك تفتكرهم طول عمرك. تضرب فاهم قوي ودول عددهم قليل. فين سيروز سيروز ده ان انا شايف ريديوز هيموجلوبين من لونه ازرق. فين؟ كابتن النهارده بشوفه من خلال الكلب اللي هو موجود فين؟ كابتن فين كابتن من خلال الكلب يعني عاوزك تبقى فاهم الموضوع قوي. انا شايف لون ازرق عباره عن ايه لون ازرق ده ايه عارف ايه ازرق انا شايف ريديوز دي موجود فين في الكابيلا من خلال جلد يبقى الطالب ذكي اللي لقيته له اخترعناه يبقى اللي هيأثر في السيلوليس نمره واحد الجلد اثنين البلد ثلاثه الهيموجلوبين هم كابيلا اكتر من كده ولا كتير من كده بالظبط ما تقلقش بس ازاي هجيبهم اللون الازرق عباره عن ايه ديوز هو موجود فين؟ في الكابيتال. انا شايفه من خلال ايه؟ سكين. الفها بقى. يبقى عشان اشوف كويس من خلال السكين الاقي سكين رفيع ولا تخين؟ عشان كده افكت شوف السكين دي مهمه جدا. افكت بندور عليه في حته السكين رفيع زي في اللبس شفايف الايرلو بيوت حلبه الود فينجر نيل بيت البيت بتاع الفيجر ده بيبقى الجلد رفيع قوي ولكن عمري ما ادور عليه في الكعب بس في الكعب الجلد تخين. واحد فاتح واحد مالك مين هيبان فيه لون ازرق اكتر؟ اللي فات يبقى ثاني حاجه الثكنس. يبقى يهمني في الجلد حاجتين الثكنس والبيت. نزل على الكابيلري لو الدنيا حر وشك لونه ايه؟ طب عارف ليه؟ ان الحر بيعمل كابيلر دايليشن بيجيب مور اوكسي هيموجلوبين. طب في البرد بيحصل برضه كونستكشن حتى في بعض البنات تلاقي اطراف صباعها تبقى زرقاء لما الفلو قليل حصل نوع من الاستاجنس البوكسر ده تراكم الحساب. سيفير برضه كونستكشن في الكول. تمام؟ تلاقي الصابع زرقاء حتى يسموها رينولد ديزيز مش علينا. المهم الباب قادر الباب اللي جاي فده قليل استهلك كل الوش فيه وما بيغيرش فاللون يبقى ايه؟ ازرق. ده بقى جميل قوي. طب اكستريم كولد دي صعبه شويه. قالت لنا الدكتوره عرفت ان الكيرف اللي هي الاوبشن تشيشن كيرف يبقى شيفت تو ذا رايت ناحيه حلوه اللي معناها ايه شيفت تو ذا رايت؟ معناها ان هو انلودنج ساب الاكسجين الانسجه اللودنج ساب الحمولة ليه؟ انه عنده ديكريز افينيتي وقالتها لنا بطريقه حلوه ايه الاربع عوامل اللي تخلي الهوميوم يسيب الاوكسجين الانسجه اللي هم سواء الاربعه اللي بيحدثوا لما الاوكسجين لما التيشو يبقى عاوز اقول اوكسجين زي في الاكتيفيتي انا ما بزود الاكتيفيتي بيزيد السي او 2 برودكشن بيزيد ما بيرسخ بيزيد التمبرتشر واطلع لابتي اسيد بيزيد هذه الارض والتيتا تجيب جي. انا عاوز اسال تقول التيتا تجيب جي دي جايه منين؟ ايه؟ تكسير ارضي. لا خد. تكسير ارضي. ده انا عاوز اعرفه صح. التوت تجيب جي ده جاي من تكسير الجلوكوز جلوكوز بمعزل عن الاوكسجين. يبقى مش هيجي تاكوليزم جوه الار بي سي. امتى انتوا تجيب جي؟ لو كسرت جلوكوز وما عندكش اوبشن سموه انيروبيك جلايكوليس ده اللي بيعمله. شوف الحاجه الرائعه ربنا يبقى الزيادات الاربعه دول لو زاد لما بعمل اكتيفيتي بيزيد الكربون دايكسايد بسخن لما اتحرك يبقى يزيد التمبرتش لما اطلع لاكتيك اسيد يبقى يزيد الهيدروجين اين اكسر جلوكوز من غير اوبشن يعني موجود كامل يطلع دي بيجي. فانا حفظت الاجابه دي حلوه.
يا جاد يكون فاصل خليك تحفظ تقل لي افي الزوائد تنقص ايه افي اندول ازاي برضه هتعرفها كل حاجه في الاربعه دي طب ادراك الاربعه مع بعض كل واحده لوحدها طبعا الاربعه مع بعض تبقى حاجه هايله تغير شكل الهيموجلوبين المولكيول تخليه يسيب خالص ايه اللي يخلي الهيموجلوبين الافينيتي ايه اللي قولها بالعكس الايه زيادة ايه اللي يقلل الافينيتي ايه زيادة كاربون باك سايد بتحرك تكسير الجلوكوز اللي بيزود الاي بي طب والعكس النواقص طالع ريستي تخلي الهيموجلوبين يسيب اوكسجين ريستنج يبقى تزود ايه افينيتي اوعى تنسى بقى نقص التمبرتشر لو التمبرتشر نقص جدا جدا عكس الهوجل ما يسيبش ايه؟ يبقى مفيش دول في الحاله دي ما سابش الاوكسجين زي اوكسي مفيش دول ازرق مش كده في السيفير كولد في السيفير كولد النظام دي نظر بروتكشن رهيب بس في حاجه تجنبه ان نقص التمبرتشر بيخلي الهوجل اللي هو ماسك فين؟ اوكسي يبقى مفيش دول ازرق يبقى يقلل ال تانوس تمام؟ سهله؟ في باي دي اخر حاجه في الهيموجلوبين كميه الهيموجلوبين قلنا رقم اتحسب كام؟ طبعا لو سته يبقى لونك اكثر غمقانا سبعه اكثر من افاوت الهيموجلوبين تاني حاجه تايب الهيموجلوبين النت هيموجلوبين لونه ايه؟ ازرق سلت هيموجلوبين ازرق زاش طب الكربوكسي هيموجلوبين بتاع كربون اوكسايد احمر سانايد احمر يبقى لون الهيموجلوبين هيأثر في لون ازرق يبقى الاماونت والتايب اوف هيموجلوبين يبقى تاني في السينوزس انا شايف ايه؟ عاوزك كده تعيش القصه انا شايف مليون هيموجلوبين في الكابيتري من خلال السكين يبقى لازم يبقوا العناوين الاساسيه كام عنوان سكين كابيتري هيموجلوبين السكين يهمك فيه كام حاجه؟ تكنس بيجنتيشن الكابيتري في الحر ما بيحصل برضه ديشن وشك لونه ايه؟ احمر، في البرد المفروض في اطراف الاصابع كده لونها ازرق. الصعبه بقى الاكستريم كول. ان نقص التمبرتشر رهيب بيخلي الهيموجلوبين يمسك جامد في الاوبشن، ان هو بيسيبه بزياده في التمبرتشر، يبقى ما يسيبوش بنقص. ده النقص جامد ما يسيبوش ابدا. فبالعكس البروده الرهيبه هشيل الجزات على الحديد. كملها. يعني ايه خلاص؟ يعني البروده العاديه تخلي الهيموجلوبين لكن بروده رهيبه ما تزرقش. الهيموجلوبين ما سابش فيه الاوكسجين. نيجي الهيموجلوبين يهمنا في حاجتين اماونت خمسه يخلي لونك ازرق اكتر زياده الخير. خير بالزرق اكتر كده مش خير قوي يعني بس بالزرق اكتر انما النوع الهيموجلوبين اوعى تنسى فيه اثنين زور ميت والصد ميت والصد لونه ازرق واثنين حمر بتوع الغرفه اللي خايف اللي هم ايه؟ سنايد كارد ده موضوع السيروز واحد من اهم المواضيع في الطب يبقى تاني والديفينيشن بلوش سببه ريديوس هيموجلوبين فين؟ كابيلريز تاني نقطة التريشولد رقم الحزم 5 جرام ولا في جرام؟ جرام عشان الهيموجلوبين بتاعنا واخدين بجرامات وما بيغيرش الرقم بيغير التمييز جرام في كل 100 سم كابيلري جرام تالت نقطة الكول هايبوكس كم نوع؟ كل الأرقام بتاعتهم رقم كام وكام؟ الاول والثاني هايبوكسيك اند ستاجنس هايبوكسيك وستاجنس ثاني حاجه استريكشن اذا رقم رابع حاجه هل الساينوزس جوز هاند ان هاند للهايبوكسيا؟ لا عندنا اثباتان نوعين بس بيدوا ساينوزس الاثبات الثاني نوعين ما يدوش ساينوزس الاثبات الثالث في هايبوكسيا على احمر بقى بالعكس الدوبامين تاني ما بيزهقش دوبامين ايه اللي خلى على احمر ويقوم في النقص الاوبشن؟ سنايد الكربون مونوكسيد الاوعي لازم تبقوا حافظينها كويس بقيت الطلبه جوها شدوا جوها كربون مونوكسيد اند سنايد نمره اربعه بقى ده الاثبات القاطع ده اهمهم هجيب لك عين عنده هيبوكسيك هيبوكسيا سيلوز ينزف فقط اوكسي وريديوز فقط اوكسي الهيبوكسيا تزيد فقط ريديوز السيلوزس تزيد طلع فوق جبل كون ار بي سيز كون اوكسي وريديوس كون اوكسي يبقى البوكسه تقل كون ريديوس ده اهم اسباب فاكتورز انا
شايف بيطير زي هو كده من خلال جلد الطالب فاهم بيألف في الامتحان حتى مش فاكرهم بس يفكر يبقى مين سكين وكابيلري وهما هما دول متحكمين في الوقت سكين تكنس وبيجمنتيشن كابيلري في الحر لون احمر فين بتسبب في الباب لون ازرق اصعب واحده من الاثنين كله بشكل عجيب عشان النقص الرهيب في الحراره خلى الهيموجلوبين من ايه؟ يمسك يدوخ فيه بقى لون احمر ما بقاش ازرق بص الهيموجلوبين لون احمر وبعدين الهيموجلوبين اما هو 5 جرام على الاقل تزيد جدد للخليه ونوع الهيموجلوبين مين اللي زود؟ تحطهم بنت بنت وصالح بنت وصالح مين اللي حط؟ سيناين وكربون صالح الفرق بين البنت والصالح البنت اوكسيديشن انما الصالح ريدكشن والصالح اكستريم ايه؟ طيب هاي ابتيتيود هيا بنا نحلق في الافاق ونغوص في الاعماق تاني هيا بنا ايه؟ نحلق في الافاق ونغوص في الاعماق فيسيولوجي وهاي ابتيتيود مش طبوع بس حاجه من الحاجات الرائعه وثلاث قصص قصيره القصة الأولى القصة الأولى لا أكيدوا معانا كلام جميل أوي تدعي لها نظر بس مش هتيجي لأنها هتشق غالبا صعدت سرير هيتفك حضرتك راكب طيارة وتحلق على ارتفاع 30,000 قدم ضغط الأوبشن بره الطيارة مش جوه الطيارة مش 100 اللي هو النورمال 20 مليمتر نار لما جوه الطيارة عادي ان في مش جهاز واحد بيضرب بريشر في طيارات المركبة جهازين عشان لو واحد باظ التاني يشتغل بره الطيارة على 30,000 قدم ضغط الاوكشن بره الطيارة 20,000 قدم حصل انفجار في الطيارة واتفتحت فوق اللي الضغط اللي جوه الطيارة فيروح نازل ماسك قصادك يبقى كانت بسرعة قبل ما تساعد اللي جنبك ابنك ولا ابوك لان عندك 15 ثانيه بس تلبس الباسك بعديها تفقد الوعي فلو ضيعتهم في مساعده حد لا هتساعد ولا تساعد نفسك وخمس دقايق عشان تموت فالاول البس الباسك حتى لو هو يقوم عليه مش مشكله ما هتحط له الباسك هيفوق تاني دي اول قصه صادم سيبير هيبص تحصل انت طياره اتفتحت على هذا الارتفاع 30,000 20 مليمتر بره فقدان الوعي في 15 ثانية والوفاة في 5 دقائق. قصة ثانية أكيوت رابيد اللي هي أكيوت ماونتن سيكنس ناس تطلع جبل فضل معلومات العالم من هي أعلى قمة في العالم؟ إيفرست جت إزاي؟ تعالى فهم من 30 مليون سنة كان إيجيا آسيا منفصلة عن شبه الجزيرة الهندية ما كانوش حتة واحدة كل واحدة صبيحة التقوا مع بعض حصل كوليجن انتصار فتكونت سلسلة جبال اللي أعلى نقطة فيهم إيفرست أنا فاكر اجتماع كل سنة ولما هكتب عمرك ما هتنساه 28,029 قدم فاكر عارف حاططهم ليه؟ 28,029 بينهم ده ارتفاع إيفرست أعلى نقطة فيه في المعلومات العامة الاصطدام ما زال قائم كل سنة بترتفع ربع بوصة مش قدر لأنه ما زال الكوليجن الارتفاع شغال بس طبعا بتاع الكلام ده بيحصل في ملايين السنين حصل إنما كل مرة دي ربع إنش الارتفاع ده ممكن نطلعه بسهولة شديدة في فيو دايز ومع ذلك كل اللي يطلعوا جبل ايفرست قمه ايفرست في شهر مايو عشان الريح اقل ما يمكن عشان ما يطروش فهم كلهم بيطلعوا في شهر مايو فقط معلومات عامه معظم اللي بيموتوا من افالانش عارف يعني افالانش انهيار جليدي فاهم هم طالعين يحصل انهيار جليدي يشيلهم دلوقتي دي قلت شويه بيحطوا الشيبس بتاعت الموبايل عشان لما واحد يتقفل تحت تدي سيجنال نفحم ونطلعه عايز معاك في الموبايل كل واحد شايف عشان يراقبوا الناس الطلب التكنولوجيا حس الموضوع شوية بيطلعوا ازاي افر لازم يعملوا كامبينج 3 تايمز معسكر 3 مرات يروح لا
لازم تطلعوا في 6 الى 8 اسابيع. 6 to 8 weeks. ده رغم ان يقدروا يطلعوا الارتفاع ده في few days. انما اتفق انه لازم يعملوا كامبنج يعسكروا 3 تايمز ويطلعوها في 6 8 اسابيع. والسؤال ليه؟ لا عشان هو ده الزمن لازم تكوين ار بي سيز. الار بي سيز نيد 6 تو 8 ويكس. فلو طلع بالار بي سيز العاديه يموت فورا. لو الطياره حطيته على قمه ايفرست يموت لان عدد الار بي سيز مش مواكبه لهذا الارتفاع. وبنفس السؤال تاني كنت بقوله في البلاد. لما واحد يقول لك انا عاوز اتبرع بالدم لبسه بره اكثر من مره كل قد ايه اتبرع؟ الاجابه هي 6 تو 8 ويكس لان ده زمن تكوين الار بي سيز. قبل شهرين تبرع تاني عشان تكون عوضت اللي اتبرعت ليه. ولي فهمت ليه بيطلعوا ايفرست في 6 تو 8 ويكس؟ واحد اهبل اهبل طلع جاري بسرعه يحصل له الاكيوت ماونتن سيكنس لان الطعم هيطلع من غير ار بي سيز. سيمبتومز لايك الكوهوليزم كانه شارب الكحول خمره الى الثمانه وبئس المصير. فتلاقي عنده يعني مفيش توازن في الحركات، في كورنيشن عدم توازن، كوردينيتد يعني متوازن، وديس اورينتيشن يعني عدم ادراك. مش عارف النهارده ايه مين دول، سكران. سكران. فوبيت اللي بيشرب حتى الثمانيه بيتقايل. بور جادجمنت. يعني مش قافل حبه على الامور ما يصحش كده بيشربوا خمور ممنوع ان يقودوا سيارات. البنالتي بره الجزاء 5000 دولار لو جه واحد سايق عربيه هو شارب خطر. لانه ما بيقدرش البور جادجمنت يقدر المسافات وامتى يفرمل وامتى يقف. بور جادجمنت يعني حكم على الامور ضعيف. في الاخر كوما قال ده. يبقى لو طلعت الجبل بسرعه قمه ايفرست المفروض تطلعها في كام اسبوع؟ وعشان كده بيعملوا كامبينج ما هم المسافه قصيره مش طويله قوي كامبينج في تايم عشان يقولوا عار بسيز. طلعت بسرعه كانك شارب خمر. انكورنيشن عدم توافق في الحركات. ديس اورينتيشن عدم ادراك اكتب مش عارف تكتب عدم ادراك فوبيتي بور جادجمنت حكمك على الامور سيء كوما اند ديث. طيب خد بالك ده 20,000 قدم البريشر كوكشن اقل من 40 ملم. انا كاتب العرض ده حصاد السنين الورق ده. جيب لك المعلومات كلها جنب بعض فتقدر تبني بيه الموضوع. ايه الكورنر ستونز حجر الزاويه في كل موضوع؟ لما تقرا الكتاب او تقرا المذكره حتى بتاعت عبد الله هتلاقي كامله اتصال في وسط الفقرات. لكن انت بتبص اول حاله كانت 30,000 قدم وضغط الاوكشن اقل من 20. تاني حاله اقل شويه 20,000 قدم فضغط الاوكشن بقى اعلى شويه اقل من 40. تالت حاله اقل شويه 10,000 قدم وضغط الاوكشن اقل من 60. يبقى حتى راح كده شايفهم جنب بعض 30 20 10 والضغط 20 هيسيب بقى اللي بنزل 40 60. عشان كده بسافر المذكرات دي والرسم حصاد السنين. ازاي تعرض الكورنر ستونز المعلومات الاساسيه في اي موضوع باوضح صوره وبعد كده انت تقدر تتكلم عليه. طالما بيعملوا ايه ليله النهارده بسرعه يبصوا في الدياجرامز عشان يجيب النقط الاساسيه وخلاص قرا المذكره. عاوز يفتكر الحاجات بسرعه يقلبها كده. ما ياخدش وقت خالص. هنا بقى بيبقى سمته الضايق فتيك. ليه؟ بس الاوكسجين قليل، الاوكسجين المفروض 100، انت اقل من 60. والاوكسجين هو الفيول الوقود بتاع العضلات. عشان كده بقى الواحد في نقص الاوكسجين بيبقى على الاشياء يسموه كرونيك ماونتن سيكس. يعني الناس اللي عايشه في المرتفعات فتره طويله، طبعا بتاكليماتايز هنشوف بعد شويه. انما عبال ما ياكليماتايز يتكيف، لو الواحد راح اثيوبيا، راح المكسيك حوالي 8 9,000 قدم فوق سطح البحر بيبقى تعبان شويه. ليه؟ مفيش اوبشن هيتكيف بعد شويه مش ازاي هيتكيف بس عمال ما يتكيف حاسس انه تعبان فتيك كرونيك ماونتن سيكس اللي هو طبعا بيحاول يعوض حكايه ضربات قلب زياده القلب بيحاول يجيب اوبشن فبيضرب اكتر عشان يبرد اوبشن اكتر بينهك عشان يحاول يجيب اوبشن اكتر يعوض النقص فزياده ضربات بيت وزياده النفس هيك صداع نو زياده ثاني قدام دول. انا بتهيأ نفسي ده بيحصل فوميتي كمان بحب اتامل فيه تامل لذيذ قوي. ورقه خالص خالص اكثر اورجن يتاثر بنقص الاوبشن برين
فيه ما بيلاقي فيه نقص اوبشن يقول لك انا هطلع بره اللعبه. انا اللي فيا هرميه بره، مكان نفسه اتقيا عشان شايف اوبشن محدودين استخدمه البريك او لابدي. لان لو الشيء دي هيشتغل هيستهلك ايه؟ اوكسجين. عشان كده ربنا خلى الهيبوكسيا تعمل نوزيا وبوكسجين. فالشيء دي يبقى بره الملعب. انا ساعدني خلاص مش هشتغل. زائد الاوكسجين هو اهم مني هو البريك. من هذه الدراسه يتضح ان تاثير نقص الاوبشن اعتمد على السيفيريتي. هل انت ارتفعت 30,000 ولا 20,000 ولا 10,000؟ فضغط الاوبشن بالعكس اقل من 20 ولا 40 ولا 60. الريت هل طلعت بسرعه ولا طلعت زي ما قلت؟ ولا طلعت ببطء؟ السيفيريتي ويل ريت اوف اكسبوجر للبوكس. ومين اكثر اوردر يضار من نقص الاوبشن؟ ده سؤال زي ما مشطوب. اخلص الصفحه فاضل. الاكليماتيزيشن تو هاي اتيتيود. نظري مهم واتسال 50% مشطوب. تخيل لو انا هاجرت المكسيك مكسيكو سيتي مش اي حته في المكسيك طبعا. او في اثيوبيا سياحه عليها حته مش عاليه قوي. بس اثيوبيا عموما عاليه عشان كده مصر بيجي جدا من هناك. تمام. في بلاد كتيره بتقول المدينه مش البلد ككل. اكليماتيزيشن يعني التكيف للهاي اتيتيود. لو ما اتشطبتش فهنضرب هم السبب. اما زي الواحد لما بيروح يعيش في بلد مرتفع يتكيف. برضه كاتب كل الايتمز في الكتاب بس برؤيه سهله الاول، لكن الايتم مكتوبه زي الكتاب بالظبط ما تقلقش. لعبت الله عن طريقه لعرض الموضوع بحيث ما تنساش حاجه. فبقول سلسله من اربع حلقات، لو بصيت في اربع حلقات فوق. الحلقة الأولى إيه المشكلة في الهاي اتيتيود؟ إن أنا عندي نقص في الأوكسجين يبقى مطلوب إن أنا أوفر أوكسجين. دي أهم حاجة. مش أوكسجين لازم أوفر أوكسجين. أسرع طريقة لتوفير أوكسجين أعمل هايبر فنتيليشن. فالأول يحصل لي برايمري هايبر فنتيليشن مبدئي برايمري. إيه سببها عرفت؟ لا يحضروا معايا حتى اللي ما حضروش يعرفوه. ان نقص البريشر اوبشن اللي بيهمنا البريشر الهاي اتيتيود بيستمريت النفس عن طريق بريفرال كيمو ريسبتور بريف لان السنترال كيمو ريسبتور مخصص للسي او 2 السنترال ده بتاع مين؟ سي او 2 مفيش جنبه ده بتاع السي او 2 نقص البريشر اوبشن بيستمريت النفس مش هو عبط تحطيه بريفرال كيمو ريسبتور فتنفس دايما برايم هايبر فنتيليشن حل مشكله جاب لي اوبشن تقلق مشكله لان الهايبر فنتيليشن جاب اوبشن وعمل ووش لل سي او 2 والهيدروجين اي فحصل لي الكالوزس والالكالوزس دي بتوقع في النفس ما كتبش الزميل بس انا احب اقوله يبقى الوضع ازاي؟ شويه هايبر فنتيليشن وشويه ابني بيرد هايبر فنتيليشن وبيرد اوف ابني يسموها بريودك بريدنج شويه ياخد نفس لحد ما السي او 2 يقل والهيدروجين اي يحصل الكالوزس يقف في النفس. يتجمع السي او 2 تاني ويتجمع الهيدروجين اي يشتغل تاني. بريودي بري منظر غريب جدا. ثلاث اربع ايام حاجه ما بتحصلش في العالم نقف شويه. وقف شويه انا بعد كده اسرع شويه التصوير السريع لكن هي بتبقى اطول من كده. شويه تنفس شويه شويه تنفس شويه كام يوم؟ ثلاث لاربع ايام لحد ما الكليه الله يخليها ويقفل بيتها تحل المشكله. نورمال يا حضرتك ولعبد الله البول بتاعنا اسيدك ولا الكراين؟ ليه؟ لان الميتابوليزم يا غدر ما بيطلعش غير اسيد عمره بيطلع عين. فالبول بتاع كل الناس دي اعلى اسيدك. بيتش بتاع جسم كام؟ حاجه فوق البيع. فالكلاين ولا اسيدك؟ الكلاين عارف ليه؟ نفس السبب. ليه ربنا خلى كل الفيروس 7.4؟ لان الجسم لو ينتج دول اسيد يبقى لازم اللي يبقى مستنيها يبقى الكلاين. مش كان البي اتش بتاع جسمك؟ الكلاين. الناس
أول مرة أفكر فيها. فأي واحد في اللاعبين دول لو خدنا الجول بتاعه ده إيه؟ هاي يا سيدي. لو طلعت في الهاي فيود لأول مرة وآخر مرة في عمرك الكلية هتاني ألتن. يبقى البور الكلاين. فحلت مشكلة إيه؟ الكالوريز. فالنفس يستمر على طول. ده يسموه سكند هايبر فنتيليشن. ده مستمر بقى مش متقطع. سكند هايبر. اسمع اللي بعدها عطف كمان. والسي ان اس. فاكر السنتر كيمو ريسبتور كانت بتشتغل بالهيدروجين اي على الاسيدوزي. من بعد ما السي او 2 يعدي يبقى هيبريد يدي كربونيك اسيد. دكتور مايل دي كربونيك اسيد. دي سوشيت بيدي هيدروجين ستيميليت. طلع عاوز ستيميليت. فنفس العمله عملتها السنتر نفس دفع فلوس ورمى البايكربونيت بره. يعني الكليه رمت صوديوم بايكربونيت قالت البول فبقى البول الكاين والبرين رمى بايكربونيت بره عشان الوسط يبقى اسيدك. على طول بقى مفيش تقف وتشتغل وتقف وتشتغل يبقى النفس مر بكام حلقه. Primary hyperventilation. The last option. Stimulate. Prefrontal receptor. خدت نفس. جيت اخد اوبشن عملت وش في السي او 2. ولاد عصابي قلت وقف النفس. اشتغل شويه وقف شويه. اشتغل شويه وقف شويه. كام يوم دول؟ ثلاث اربع ايام لحد ما مين يا رب يعمل ميتها ويخليها. تدي ترمي قلبي. خلصت من الكالوز فالنفس اشتغل على طول. وكذا فعل البرين. دفع فلوس ورمى البايكربونات بره. جبنا الماده الخام. هنجيب بقى الموصلات نوصلها. مين اكتر حاجه بتشيل اوكسجين؟ الرمل. ففي اترمى اكتف بامب مع الداش اكتف بامب. نيجي نبقى فين؟ المشاكل بتحب روحها. طب ما تطلع رايك فيود قال لنا الدكتور نقص الاوبشن في رايك فيود. يأثر على الكيدني تاني الله يعمل بيتها، كيليا مفيش حاجة تشوف من غير كيليا، تطلع 85% من الالكتروبولوجين بيطلعوا في الأدر من الإيه؟ كيليا. هنتهنى في الهاي التيتيود في نقص أوبشن تأثر على الكيليا تطلع هرمون اسمه الالكتروبولوجين، يعمل لك بولي تريسين. كل الناس اللي في الهاي التيتيود عندهم بولي تريسين. النبع مليان ار سي عاوز الماء يجري بسرعه بالار سي دي يبقى الهارت يزود الهارت ريت ومن ثم الكاردياك اوتو يبقى ده المواصلات هارت ريت وكاردياك اوتو. دلوقتي عاوز اودي بلاد كتير الانسجه اللي بتعاني تتطور جوعا من نقص الاوكسجين ازود عدد الكابيلري. يعني ايه؟ ازود عدد الكابيلري اعمل كابيلري جديده يسموا العمليه دي انجيو يعني وعاء جينيسيس تخليق هوائيه جديده انجيو جينيسيس. كانت هذه هي الحلقه الثانيه اللي هي المواصلات. يبقى الحلقه الثانيه دي العبد ده عرضها في ثلاث نقط. مين يشيل ار سي نقص الاوبشن عن طريق الكليه ضعف بيت مرتين اهو هنا وهنا اهم خطوتين مفيش مفيش كليه بايظه وتطلع بلايك انجيوز ما ينفعش لازم الكليه تبقى 100 100. عملت لي اول سيز ريفوبيتين 35% من الكليه في القدم. امال 35% لكن انا دكتور عارف 40 مليم. امال في الفيتاس كان كله بيطلع منين؟ مليم فيتاس مذاكره. اي ثانك دكتور عارف حضرتك تمام. في اول سيز عاوزين نزقها يبقى لازم الهارت يزود هارت ريت ومن ثم كاردن اوت. وبعدين ممرات جديده جديده عشان نروح كميه نزود الكابيلري والانجيو جنس. حلقه ثالثه ورابعه اسهل اثنين. افتح ايدك عشان تفرقها. يعني انت في حاجه تشقطها. راح الهيموجلوبين محمد لوكش مطلوب عند النسيج حاجتين. الهيموجلوبين يسيب والتيشو تتلقى. يبقى حاجتين انا اسيب ده موضوع. التيشو تاخد ده موضوع تاني. مين اكتر ماده لسه قاعد بتغير شكل الهيموجلوبين؟ خليسي بوكشن. دي بي جي بتنتج من ايه دي؟ تكسير الجلوكوز بعدم وجود الاوكسجين، بعد على الاوكسجين، يعني المشاكل حل روحها، ما هو في الحاله دي مفيش اوكسجين. فغصب عنك هتحطم الجلوكوز بدون اوكسجين،
التكتك ديبشي دي اهم ماده في الاربعه اللي بتغير شكل المؤمن الداخلي سي ام شي الله دي ديكريت ام دي. طب مين يتلقف؟ خطوه رابعه قلنا الاوكسيديتيف انزايم ده كان في نوع من الهيبوكسيا سببه ان ما فيش بني يتلقف ده في الاوكسيديتيف انزايم بايظ اللي هي موجوده في اي اورجانيزم. وقالت كده الدكتوره جهان في المحاضرات ان الميتوكوندريا دي محاضرات ينساها في الوقت. طيب دي العسل دي ابنها محمد في عزه ودي ابنها طيب فالاثنين الاوكسيد انزايم في الميتو كوندريا والاثنين حاجه مهمه قوي دي ان ايه المهم ان الدي فيجن مفيش دي فيجن من غير دي ما موجودش دي بس في الخليه في النيوكليس عشان كده بتنقص والميتوكوندريا سكند جينيتك سيستم عشان كده الميتوكوندريا بالوحده هي الوحيده اللي كيف اقول لها الاثنين والاثنين يبقوا اربعه والاربعه يبقوا ثمانيه انتوا قلت فهمت ليه؟ عشان في الهاي اتيتيود مايتوكوندريا بيبقوا تو مايتوكوندريا اربعه مايتوكوندريا ثمانيه مور اوبجيكتيف انزايمز تاخد مور اوكسجين. شفت الاكلمتاليزيشن رائع. يبقى كام خطوه يا شباب؟ اربعه 50% مشطوب. بس انا عاوزك تعلم ازاي تعلمها. انا في الهاي اتيتيود ايه المشكله في الهاي اتيتيود؟ في نقص الاوبشن. خلاص الاوبشن ده مش اوبشن عن طريق فيفا كيو سنتر برايت هايبرفنتيشن زي ما حل مشكله وجاب لي اوبشن خلق مشكله غسل السي او 2 الكربونيك اسيد جاب لي الكالوزس وقابل النمل قعد ثلاث اربع ايام بيرلو هايبرفنتيشن وبيرلو ام سموه كليوني فريم لمده كام يوم؟ لحد ما النيل ضايع في البيت دي اول مره ما تبنيش اسيلي كيوري ترمي صوتي بركه بين الكادر تخلصت من الكالوجيز وكذا فعل البريم دفع كيلو اسيد صعب للبايكروز الحمد لله اخبار ما وقفش مين يشيل؟ ار بي سيز مين اللي ضايع في البيت تاني؟ 85 مليون اسم دي يطلع 30 مليون على الار بي سيز أو في تحت أول زوج مين زوج 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 هاو تريكو كاتر وعظيم ممرات جديدة تصور كابيلا جديدة كابيلا جديدة أنجيو كتابس آخر خطين سريع واحد أر بي سي محمد اللي هو كله تيشو مطلوب حاجتين واحد امسك يا ولد واحد يسيب والتاني يتلقف مين اللي بيسايب يا ولد دي بي جي اللي هو جنبه من تحطيم الجلوكوز في معزل عنه والمشاكل حاجه روح على فوق مفيش اوبشن فغصب عن ايه اللي خلفوه الجلوكوز هيتكسر بدون اوبشن فانتوا دي بي جي وهاتش عند روح مخلسات مين اللي هيتلقى وكيفيات الانزيم موجوده فين؟ والمايكروز الوحيده اللي فيها دي ان ايه؟ ففيها سيلف ريبليكيتد قابله للاستنساخ كل اثنين واحده تدي اثنين زي بعض بالظبط سموها ريبليكيشن اللي فيها ايه بقى؟ في الريسكو ستوك طب بص سكند جينيتك سيستم عشان دي ان ايه موجود اساسا من النيوكليس ده الفيرست جي جي جينيتك سيستم فيرست ستوك 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 ما يدعوا دي سكند جينيتك سيستم دي الكارد كيف اقول اوف دي فيشن عشان فيها دي في بقى مصيبه بتحصل ما نقدرش نتحكم فيها انا فهمنا من الكرة يعني عندنا نقص الاوبشن يعمل في كل الاوعيه برضه فاليديشن ما عدا في التجربه اللي بيسكت وقت ما تاني في مصر يعمل بعض الكونسبيشن وكان كالكوليت لو الالبيولاي ما فيهاش اكسجين مفيش اي مجال ان انا اجيب دم الالبيولاي ما فيهاش اكسجين فربنا خلى الالبيولاي ما فيهاش اكسجين الفرق الكربون بس اللي جاي لها انا اجيب لها اكسجين ان هي ما فيهاش اكسجين فيعمل بعضه طب دلوقتي المشكله في كل الرئه كل الرئه بنسبه الاكسجين قليله فكل الفاجور اللي مثلا حصل فيهم باظوا كونفكشن فالعيان يحصل له بالمونري هايبر تنشن ده عيب الهاي اتيتيود مش سيستمك بالمونري هايبر تنشن انت بقى مش كاتبها جميل بس احب اقول لو ربنا قال لك الاربع حلقات دول ممكن تشتغل بثلاثه ونعفيك من واحده يعني عندك اربع حلقات تخطيط قصادك. لو قعدت مده ممكن ثلاثه بس يشتغلوا ونعطيك من واحده. لو الامر طولك ايه؟ تختار اي واحده اللي انت مش عاوزها. بص كده تروح بس.
لا تاكل ولا تكون. لو ربنا اداك الاختيار هو ما اداناش اختار عمل الصالح على طول. اقول يا ربي طب انا عاوز اشتغل ثلاثة ودي مش عاوزها، مين اللي مش عاوزها؟ دي لا اجابة يا بدر الهايبر انفليشن، دي الوحيدة اللي حاسسها. انا حاسس امر سيس، حاسس دي بي جي، حاسس ميتوكوندريا. الحمد لله ربنا ما جابوش سؤال. ان الحاجة الوحيدة اللي لو عشت الهاي اتيتيود تختفي الهايبرفنتيشن، الحاجة الوحيدة اللي حاسسها مضايقاني. بس خد بعيد الجملة. It takes years years for hyperventilation to disappear. يعني لازم تاخد المواطن مش تعيش معاهم شهر، تعيش سنوات ويدوب الجنسية بتاعتهم. في الحالة دي هتعفى من الهايبر فنتيليشن. بعد كده بعد ايه؟ بعد ايام ولا اسابيع ولا شهور ولا سنين؟ سنين. تبقى زي كده تبتدي لو كنت قصير ما تطولش وتلاقي الشيست بتاعك بقى شويه مرميين كده. ليهم شكل الناس اللي في عشان تكبر فيها شويه تلاقيهم ما هماش صدرهم بيضاوي كده زينا تلاقي فارق شيء تلاقي قصيرين كده استوت عشان ما يستهلكوش كتير. ماتش ده شكلهم. اكتب الصفحات الفاضيه. اذكر كل مجموعه مشكوره. بس مش عايز مش بقى يا شباب كريت بارامتريك بريشر دي مشطوبه 100%. تعالوا دلوقتي تتصور انك انت فاتح ديسكفري شانل او ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي عندي القناه دي دول ابو ظبي ف يعني عاوز بره تحب تسمع حاجات كانها ندوه. مش لازم كل حاجه تبقى في الامتحان. تعرف شوية حاجات بسيطة. وعلى فكرة الزملاء فوق الفرصة. أنا اكتشفت حاجة غريبة، أنا كل الطالب دي مش من امتحاني يبقى قاعد مالي إنتس ومش متضايق أو تسمع إيه الكلام الحلو ده. خلاص اللي عاوز يمشي يمشي. كلام حلو قوي. السي ليفل حضرتك وحضرتي ولا حضرتك وحضرتك ولا عبد الله. السي ليفل معرضين لضغط مقداره 1 اتموسفير. ضغط جوه كل الناس اللي قاعده دي معرضه لضغط 1. اكثر غاز في هذه الغرفه هو النادي. واكثر غاز بالتبعيه مذاب في اجسامنا هو النادي. دي 1000 سم نازل دلوقتي في الجسم كل واحد فيه. اشمعنى نازل اكتر واحد 80% من الجنب؟ نازل وسام تاني ان هو ليبيد سوليد. دوب ليبيد ما بينوش في دوران الجسم. بيجوا بقى في ابحاث الاعماق. مين اللي بيعمل ابحاث الاعماق في العالم؟ الفضاء مين اللي بيعمله؟ ناسا. والاعماق برضه ناسا. فقط مع ناس العالم. يعني هم واقفين فوق وتحت، حتى فوق وحتى ده أكبر سنتر في العالم في أبحاث أعماق ومناسة. بص معايا ينزلوا صناديق صغيرة كده كيسون. كيسون يعني صندوق صغير. يعملوا بياخدوا عينات وحاجات زي كده. وطبعا في حاجات تانية زي ما بيحبوا يعملوا كباري. تعدي بحر مثلا زي أشهر كوبري في العالم تعدي بحر. جولد بريتش. ما بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. أحد عجائب الدنيا السبع الحديثة، لما يقول لك عجائب الدنيا لو أنت متعلم قوي يقول لك تقصد قديم ولا جديد؟ أصل القديم سبعة وجولان سبعة. فالجولدن بريتش واحد بس في العالم قال أنا ممكن أعمل كوبري في قاع
القاعده هنا، القاعده هنا معلق مسافه طويله جدا ينقل الناس عبر البحر من لوس انجلوس الى سان فرانسيسكو العكس. جورج بريتش جوجل اتفرج عليه حاجه رائعه ومفجزه معماريه، مهندس واحد في العالم اللي قال ده ممكن ونفذها. عشان يحطوا القواعد هينزلوا الناس في كيسوس. يعني سواء للابحاث او للمباني. لقوا ان كل 10 متر تحت سطح البحر تعادل واط اتموسفيري. يبقى لو انا على عمق 10 متر تحت سطح البحر مش عاوز اعرف، يبقى انا معرض لكام اتموسفيري؟ اثنين. برافو. واحد اللي هو الجوي وواحد بتاع ال 10 متر، وعليه يبقى دايب عندي 2000 سنتي نايت. طب لو انا على عمق 40 متر تحت سطح البحر خلاص؟ يبقى انا معرض لخمس، يبقى دايب عندي كام؟ 5000 سنتي نايت. ده هو الآلي بقى. اعملوا ايه دلوقتي؟ قال لك لازم ادام هما معرضين لضغط 5 اتموسفيريك يبقى الصندوق اللي هما جواه يبقى البريشر برضه فيه 5 اتموسفيريك. ازاي؟ في سفينه قرم هنا فوق موصلينها بخراطيم يظبطوا الضغط جوه الكيسون زي بره الكيسون، والا الكيسون يتطبق زي الكان بتاعت البيبسي اللي فاضيه. انت تقدر كام مليانه تطبقها؟ لا، لكن اول ما فضيت تقدر تطبقها. فهم السفينه بتظبط، نزلوها على بعد 10 متر يعني معرضين ضغط 2 اتموسفيريك يبقى ضغط 2، كمان 10 3 وهكذا. 40 متر يبقى معرضين ضغط 5، خدوا الضغط جوه كام؟ 5. يبقى المذاب عندهم 5000 سنتي متر. لقوا الكارثه بتاعته. لو 4000 او 5000 سنتي نيتروجن ماتوا على روحهم من الضحك تحت. من ده لغايه البحر، ما عملوش حاجه. نرجع بالحق الصندوق. اكتر من هذا العمق ناموا كلهم نيتروجن ناركوزس. يبقى كده ما اشتغلوش وكده ما اشتغلوش. قبل كده يوفوريا يعني انبساط. انبساط يوفوريا مكتوب عندك. اكتر من كده ناركوزس يعني غيبوبه. تم حل المشكله دي ببساطه شديده انهم استبدلوا الغاز في الكيسون في الصندوق بهيليوم. فبقى كل جسم في العالم بتنزله ناسا فيه 80% هيليوم و20% اوكسجين، عوضا عن 80% نيتروجين و20% اوكسجين. المشكله في النزول دي تافهه وحليناها. اللي حلها صعب بقى دخول الحمام ازاي ايه؟ ازاي خروج؟ واحنا طالعين. قال لك بعد ما يخلصوا شغل لازم الطلوع يبقى فيري سلو. ليه؟ عشان هما مذاب عندهم هي نيتروجين زياده يتخلصوا منه عن طريق اللغز. يبقى اهم حاجه ان الاسات دي يبقى فيري ايه؟ سلو. ساعات بقى بتحصل اكسيدنت تحت كارثه حصلت فلازم يسحبوهم بسرعه. يبقى الكارثه بتحصل لو عملوا هيدرون الاحمر، لو عملوا رابد اسات فقط طلعوهم بسرعه. ما لحقتش الغازات المذابه دي تطلع عن طريق البنك. فتطلع بصوره بابلز فقاعات تبدا تعمل. واحد يقول لي طب شبهها لنا. ازازه بيبسي مش كان بيبسي. شفت انت اللي حاطه لو عاوز توفر ما تشتريش كان غالي ازازه بيبسي. بص فيها كده فيها غازات فيها بابلز؟ لا ما فيهاش. دايما الواد اللي بيفتح هناك واد مجرم واحد قلب يقول عاوز ازازه بيبسي، يروح بالطيران خبط البيبسي بسرعه جدا، يبقى عمل ازاله سريعه لايه؟ للضغط. تلاقي كل اللي كان مذاب ظهر في صوره بابلز ونص الازازه جت على الارض. وده لعبه من الخدش وضيعت نص الازازه. يبقى الرابيد ديكومبريشن عمل ايه؟ خلى الغازات اللي كانت مذابه ما بقتش مذابه وظهرت في صوره بابلز. تخيل بقى انت imagine yourself بيبسي كولا بابلز. اول ما يشيل من عليك الضغط تخيل كل الدم اللي جواك ده بقى مليان بيفوق كله عباره عن ايه؟ بابلز. اللي كان مذاب كله ضاع في البابلز. البابلز تعوق خسران الدم. ففي البرين تحصل كارثه. باراليسيس شلل وكونفانشنز. اربع كوارث. في النهار البابلز تعوق الدم في الكورونري انفارشن انفارشن. في الرئه تيستيا دهجان وتشوكينج حسب هتخنق وفي جوينت سيفير بين بس هم لك الاربعه. يبقى في البين باراليسيس
كونفانشنز في 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 اللانج ديسنيا وتشوكينج يعني اختناق في الهارت انفانكشن سيفير بين. طب الحل ايه؟ هم مش كانوا سالين خالص الموضوع ده هيتشكل لان حتى الحل مش كامل، حل سهل جدا ان هم موضبين السفينه اللي فوق الام دي. لو نزلوا الناس هنا في ضغط خمسه في غرفه فوق مجهزين لها خمسه مره ضغط عشان لو اضطروا يطلعوهم بسرعه يعرضوهم لنفس الضغط هيرجع الغازات كلها في لوب تاني وبعدين يعملوا سلو ديكومبريشن فيخلصوا منها عن طريق اللانس ما تظهرش صوره بابلز في الدم فسموا المرض ده ديكومبريشن سيكنس مرض ازاله الضغط او بالضبط كيسو ديزيز مرض الصندوق كيسو ديزيز او ديكومبريشن سيكنس انما يحدث في الاعضاء يمكن ان يحدث في الاعضاء هيا بنا الى مطار البابا عايزين نتبرر الطيران مطار امبابه واحد عاوز يتبرر على الطيران هناك الطيارات مش في الشرايط مفتحه يعني فيها شبابيك واسعه كده خلاص اهم حاجه لما تركب الطياره ده اسمه حديث يقول لك اهم حاجه ما تطلعش بسرعه لان انت مزاب عندك كام دلوقتي؟ 1000 سنتيمتر لو حضرتك طلعت بسرعه الضغط فوق ايه؟ قليل ولا عالي؟ نفس الفكرة، الإزالة السريعة للضغط هتخلي الألف سنتي نفس المزابين يظهر في صورة بابلز، كل ده بقى في فوق ويحصل لك نفس المشاكل. يبقى أقل عن حاجة سواء في الأعباق أو في الآفاق هو الرابيد السريع. لأن الإزالة السريعة للضغط هتخلي الغازات المذيبة المذابة تظهر في صورة بابلز. كام خطر؟ أربعة. مين جاب شاف إن نشر الجيوغرافيك صح؟ هنا هيحصل إيه؟ ملابس الكومبانشن. هنا إنفاكشن. هنا ديسيا وتشوكي وهنا ايه والعلاج كونتري كومبريشن نعرضك نفس الضغط تاني الغرفه فوق عشان تدوم فولد باي دوني كومبريشن دوما مش كبير الحلقه الثانيه في ناشيونال جيوغرافيك او ضغط سكوبا دايف اللي هو بقى نلبس ايه التانكس وننزل الغرفة عارفين التانكس مش كده من نوع تاني خالص بس مميتة برضه فكره لذيذه جدا روح شرم الشيخ تقول له انا عاوز اعمل دايف يقول لك طب هات 100 جنيه او 30 دولار يقعد تطلع من الحصه الاولى بجول واحده بس لكن لما تنزل تحت السمك مش هيجري قدامك وانت وراه لان السمك هيجي لك لان السمك ده معتاد بينزل غواصين يوكلوه فما تخافش لما تلاقي السمك جه جاي لك اذا خفت وكتمت نفسك وطلعت جري والسمك وراك هتموت ليه؟ تعال نشوف حضرتك لابس التانك اللي هو التانك على ظهرك اللي هو متصل بخرطومين بايه؟ بالرئه يبقى الضغط في الرئه كما التانك حتى انا راسم الرسمه كده طفوليه الضغط في الرئه كما التانك عالي جدا وطبعا التانك الاكسجين تحت ضغط عشان يبقى تانك كبير كبيره طيب مفيش مشكله ليه؟ لان انت جسمك محوط بميه ضغط الميه برضه عالي فالضغط جوه عالي وبره عالي. لو حضرتك اتخضيت and you hold your breath رحت كاتب نفسك طالع جاي، تبقى سريايا جاية عليك. اتخضيت من سريايا ورحت طالع جاي. يبقى الضغط انت كاتب نفسك على ضغط عالي. وفجأة بدل ما انت محوط بميه ضغطها عالي بدخت من سطح البحر، بقيت محوط في ايه؟ هواء. يبقى جوه عالي وبره واطي. يحصل الرئة تتفرد فجأة وتنفجر الكربوني مسج ويدخل فيها هواء ايريوبريزم مميت. لقينا ناس ماتوا من دبر 3 متر يعني نزل 3 متر بس. ولقى البسالية جاية عليه مسك نفسه وراح طالع بزغ من سطح البحر بدل ما هو محوط بميه ضغطها عالي معادل الميه اللي جوه بقى هواء اتفرحت فرقعت الكربوني مسج. فاكر مرة انا بشوف فيلم شارك عارفين افلام الشارك؟ اتنين هم قاعدين جنبه ففي الفيلم نزل لقى الشرق جه عليه بقى والمزيكا اللي بيعملوها دي فعمل خط هولد اسبريس راح طالع فجأة فطبعا الجست اتفتح انفجرت الاوعيه مات من ايه بريز بس طبعا لما انفجرت الاوعيه في دم نازل من ايه؟ من بقه هنا في الفيلم فالراجل قاعد جنبي بيقول اللي جنبه حطيته 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 ايه؟ ما فتحش جنبه
الأنابيب دي اللي بندرسها اسمها سكوبا، اللي هو سيلف كونتيننج، اختصار سيلف كونتيننج بريدنج أبريتس أندر ووتر. سيلف كونتيننج أندر ووتر بريدنج أبريتس ده اختصار. يعني كلمة سكوبا دي اختصار حاجة، سيلف كونتيننج يعني بتاعتك أنت لوحدك، أندر ووتر تحت المية. بريدنج يعني بتنفس أبريتس. عندما يحدث بالأعماق يمكن أن يحدث بالأفاق. بعد شو هتلاقي دي تحصل بالأفاق. حضرتك وحضرتك والعبد الله راكبين طيارة. واثنين صعيدة قرروا يفجروها. ففجأة حصل إزالة سريعة للضغط. يعني احنا قلنا اللي جوه الطيارة في هم عاملين ضغط كامل علينا 100 بدل 20 بره. فجأة الطيارة الضغط حصل له إزالة، يبقى برضه الشيبس بتاع كل الناس اللي قاعدين يوسع فجأة. يحصل ربط شابيل فالبونري امبوليزم اندال. دي الحلقه الثانيه. نيجي الباسكو اكسرسايز مشطوبه، كان العيال نظري بيسالنا زعلان، ليش شطبوها واحنا شدناه؟ شرط زعلان، ما بشطبش حاجه. ساعات يفرق جالك تاثير الاكسرسايز دي على النفس في كلمه. يلا يا شباب، في كلمه بيعمل ايه الاكسرسايز في النفس؟ زوده ولا مفيش تاثير ولا قلله؟ انا بس عاوز اعلمكم حاجه، انا عارف بس عاوز اعلمكم حاجه حلوه. ايه؟ انا عاوز استخدم حاجه. طب بس عشان اخلص بقى الناس اللي بقى تحت على اي حد يعمل لك ايه الحلقه دي؟ طيب وطلعت حاجات حلوه قوي، تعالى. سيبكم دلوقتي استفدنا. يبقى انتوا قلتوا 100% الاكسرسايز بيعمل هايبر انفليشن، وانا مش مذاكر. بس انا فاكر الطالب ذكي. بيعمل له قليل وحرام. ليه البنية ده أجيب منين معلومات؟ من الريجيوليشن اللي قسمناها حصة نيرفس وحصة كيميكال، أو أول كيميكال حصة أولية وبعدين الثانية كانت نيرفس أو كيميكال. أنا جايب الجديدة عرضة فتقسموهم كده عشان الطالب ما يحسش بالكلام ده هو هو. ادي بالك كاميكال. دلوقتي انا بعمل اكسرسايز. ايه اللي هيحصل؟ هيقل ال بريشر اوبشن. هستخدم اوبشن. كمل كويس. ايه؟ بريشر كارب اكسرسايز. يزيد ايه تاني؟ الهيلث. دول هيعملوا ايه بالسبريشن؟ ستيميليشن. طبعا هذا خطا. ليه؟ الدكتور عايز كان بيقول كده بس واخد بالك. الاوبشن بالشيشه كبير. ان لو قل ضغط الاوبشن من 100 لحد 60 الساتوريشن زي ما هو الكيرف ماشي هوريزونتال لان في هاي افينيتي عند الهاي بريشر عند الهاي بريشر في هاي افينيتي فربنا سبحان الله اللي خلى كل حاجه خلى لو حصل ماي ماي يعني ناقص الاوبشن من 160 ده نعتبره ماي استمريت النفس ليه؟ ما هو بين الهوبل يبقى الاوائل مش اي انخفاض هيعمل استريشن، لو ماي ما عملش لان الاوبشن الشركات بيقول لي كده من 100 لحد 60 مش هيحصل استريشن او استريشن، لكن تحت 60 بقى هينزل برسنت ساتوريشن يبقى يحصل استريشن، يبقى المايل نو استريشن، انما السبير او المودريت هيحصل استريشن، احنا خدناه. تاني حاجه قالتها لنا الدكتور عفا في الترم الاولاني انه في الاكسرسايز بيشتغل السيمباثيك صح؟ طلع دورامين وادرينالين من ادرينا من الله كان بيشتغل على الارتيكولار فورميشن خدتوها في الاوتونومي هتلاقي انكم بيعمل ايه ارتيكولار فورميشن؟ خلي الشخص متنبه اكتر اراوزا الدورامين والادرينالين الارتيكولار فورميشن خدوك اراوزا طب ده الارتيكولار فورميشن ده هو اللي فيه الريسبيراتوري سنتر كل السنتر في البرين ستيم موجوده في الريتيكولار فورميشن نوع دي من الادرينيا بنقولها ستيميليشن يبقى كام حاجه كيميكال خلتنا ناخد نفس كامل نقص البريشر اوبشن زي السي او 2 والهيدروجين وتاني حاجه كابيكول امين دي بقى النيرفوس خدناهم اول حاجه خدناها هاير سنتر فاكرين؟ هاير سنتر حتى قلنا الهاير سنتر اكسلور كورتكس وهايبو صح يبقى عندي تو سنتر لكن قلنا السيرفا كورتك بتعمل ايه؟ تتحكم رياضيا في النفس. اما تعملوا موديليشن توقفوا خط
كده حلو جدا. عايز تتخيل ايش معاه الموقف؟ لعيب واقفه في استاد القاهره في استاد ناصر 120,000 متفرج، يعني في رهبه المباراه، ولو اخطا ما تعرفش تجيب معاهم كده شويه يعني كلهم يعني شتيمه كده مزاعه جماعيه ما تعرفش هو قابلها امتى، تتشتم بلغمه. فطبعا اللاعب قاعد يعني غلبان قبل المباراه ما بدأتش لسه ما عملش اكسرسايز بص كونديشن. يبقى السيرما كورتكس قبل ما تبتدي المباراه من رهبه المباراه زود النفس. بدأت المباراه وانا بجري سخنت ولا بيت؟ فقلت لك خلاص لما بتسخن يا الهلي من شده حراره. تفتكروا كل الستات تحت سنين الترموستات بتاع الحراره، انا لما باجي بسخن فالترموستات يبعت استهلاك ريسبيريشن. يبقى ده الهاير ايه؟ سنتين. فاضل تو ريسبتورز. فاكر البروب ريسبتورز؟ العضلات الجوينتس كان بتعمل ايه في النفس؟ ستيميوليشن قدام. فاضل واحده ونبقى خلصنا. لما اجري الفينس الفيرني بيحصل له ايه؟ فيزيد السنترال فينس بريشر فالانترا ريسبتور عن طريق الفيجاس استريت النفس هاري سوندري كيكس. قراءه جديده في صفحات قديمه، بس ده العرض بتاع العبد ده مش هعرضه على انه موضوع جديد زي ما هو في الكتاب. يا جماعه ريجيليشن يا كيميكال يا نيرفس. فالكيميكال ادي دوره للمايند ما يعملش، اهو المايند ما يعملش. ده مش شرط يا جماعه. طيب انا عارف. بصوا كل ما اخلص كام مش لازم ده هتفكوا قوي الحصه الجايه. لا انما لو انا الحصه الجايه استغليتها في كلام ثابت وسيبنا الحاجات اللي بتيجي انت تكون مشطوب. بس العبد ده انا ممكن اكون مشطوب. عمري في اي جامعه في الدنيا عملت كده. لا اؤمن بشيء مثلا. واخد رقم احنا عارفينه اهو. ده في نيرفس في كيميكال وفي نيرفس. ده مزاج هنمشي. ايه الصفحه الفاصله؟ Abnormal pattern of breathing. قراءة ده ينفعنا في العمل شوية. شوية تعريفات. بنية يعني نفس. بنية يعني ابتعاد وعي نفس. كيو يعني نورمال. يو يعني نورمال بريد. اتعلمها في كلمة حتى لما اقول لك كيو ثايرويد يعني غدة الدرقية الطبيعية. كيو معناها طبيعي. طب ايه يعني ايه؟ يعني مفيش نفس. طب تاكي يعني سريع يعني ري انما هايبر عميق زاد عمق النفس. لو ما تخبطش هيبريتنيا مع تاكيتنيا. تاكيتنيا نفس سريع هيبريتنيا نفس عميق. طب الاثنين مع بعض بره زي زميل زي ولاد سالته سموه هايبر ريتنيشن. لان النفس لو عميق وسريع نسميها ايه؟ هايبر ريتنيشن. تمام؟ طيب ديسنيا يعني ايه؟ difficult breathing. difficult breathing. اتكلموا بتوع الليف سايد هارت فيلير بصوا الاسود اللي تحت. الليف سايد هارت فيلير القلب قبل يستعمل الدم من الرئه ده الدم قاعد في الرئه حصل بالمونري ايه؟ كونجيشن الدم صار النهارده. انهي ريسبتور اللي يتاثر؟ شي ريسبتور يخليني استنفذ جامد. كل بتوع الليف سايد هارت فيلير لما تزورهم في البيت تلاقيه مش نايم سطيحه زينا كده مش عارف اخدها نايم قاعد. ليه افهم؟ انه لو نام زي حالتك كده في السن بيبقى كعباءه عالي جدا مع الجراب مش ضد الجراب. في السن يرجع للرئه كتير الرئه اساسا القلب ما بيستقبلش منها. طيب البلمونري كونجيشن يزيد فينهك قوي. لا يمكن لو عوضت مريض لقيته قاعد في السرير يقول لك انا بنام قاعد شخصه انت مربط ليه بسايد هارت فيلر؟ ليه بيقعد؟ لما يقعد ده يقلل الفينس بتاعه فيقلل البلمونري كونجيشن. ليه؟ لان الليب سايد فيلر ما بيستقبلش دم كفايه. فلما ما بيستقبلوش بيسيبوا في الرئه. فانت من اول ما ترجعش دم كتير ليه؟ ليه بقى بيناموا قاعدين. لو نام نايم زي حالتنا بيحصل له بهجان. سؤال ثاني قلته لنا دكتور عفت. ليه وانا قاعد النفس بيبقى اسهل؟ لان الفيسرا بتسقط تحت. بيبقى في مساحه للدافرام ينزل، لكن وانت نايم الفيسرا بتبتلع الدافرام بتمنع الفري السنت اوب دافرام. فكل العيانين في العالم اللي عندهم ليفت سايد هارت فيلر بيناموا عيانين، والعكس لما تدخل على العيان يقول لك انا ما اعرفش
اروحش انام سطيحه كده. بنام قاعد تقول له عندك ليه فاضل؟ حط فيها. ان العيال يتعب نفسه وهو مستقيم ويرتاح وهو قاعد ده يسموه اورطوبيا. سموه ايه؟ اورطوبيا. عاوز احكي لكم قصه فقط معايا انت عم عن اورطوبيا. قلت لي العالم لا يؤمن بوجود الله، قلت بس بيؤمن بوجود الله. والثلث ده انقسموا لثلاث اديان سماويه. وكل دين انقسم الى شيعه. يعني الشيعه راح لحتى الدين الواحد. وكل واحد يعتقد ان عنده الايمان الصحيح. ففي المسيحيه المجموعه اللي موجوده هنا اسمهم ارثوذكس. اللي بره اوروبا كاثوليك، امريكا بروتستانت. عارف يعني كلمه اور؟ لانهم يعتقدوا ان عندهم الايمان الصحيح او المستقيم. أرثوذكس، دوكس يعني إيمان، اعتقاد صحيح، فاهم غلط اللي بره. فجت منها كلمة أرثوذكس، أرث يعني مستقيم. مستقيم، لما ياخد وضع المستقيم تنهج، أرثبينيا. تقعد ترتاح، يبقى النفس له علاقة بالوضع المستقيم، فسموها أرثوذكس. أحكي لكم القصة عشان تتكلم. مين اللي عندهم أرثوذكس في عالمنا هذا؟ كويس الله خير. فاضل لي 1 مينيت. الديسنيا ممكن تبقى بسبب مش خلل في الرئه، مش خلل في الارض، في الرئه. الرئه اللي فينا الدكتور عرفت امراضها نوعين. يا اما اوبستراكتيف لو اتشعر، يا اما ريستريكت. وده يؤدي لخلل في احد ثلاث عمليات. لان التنفس ثلاث عمليات زي ما قلت لك الدكتور عرفت، يا نجيب هواء انفليشن، نجيب دم انفيوجن، نعمل ما بينهم تبادل انفيوجن. ففي كام نوع من امراض الرئه؟ لو في الشعر وبسطرته، لو في الرئه وسبيكت. عشان يحصل ديست لازم يبوظ عمليه من الثلاثه. لما الهواء ما بيجيش كويس، ما فيش فنتليشن، الدم ما بيجيش كويس، بيرفيوجن، ما فيش ما بينهم ديفيوجن. يبقى دي ريسبيراتي كوزز اوف ديست. طب هي دي ديست يعني؟ الناس بتعبر عنها احسن من الامر الواقع. الواحد يقول لك شوف تعبير رائع، النفس مقطوعه، يعني حاسس النفس بيتقطع، كان نفسه يعمقه مش قادر. يبقى اويرنس اوف شورتنس اوف بريث. الواحد حاسس اوير يعني واعي ان النفس قصير، بس نفسه يبقى اقوى شويه. حتى النفس عباره عنها احسن من الاطباء. يقول لك نفس ايه؟ مقطوع، مش يقول لك صعب. لو قلت ديفيكال بريدنج غلط في ايه؟ ما انا مخنوع. في ديفيكال بريدنج ما انت بتجيش في صعوبة تنفس، ديس نفس حسب انت ما سكتش تطول شوية او ويبس اوت جوز وبريك. قالت لنا الدكتور عرفت انا حاجة وامشي حاجة اسمها ديس اندكس مهمة جدا. اللي هي النسبة ما بين احتياطي التنفس بريدنج ريزيرف والماكسيموم بريدنج كاباسيتي. قالت لنا الدكتور عرفت احنا بنتنفس 30 سم بننفس كم مرة في الدقيقة؟ يبقى في دقيقة بناخد 6 لتر، هتسمع نص لتر 12 مرة، يبقى كام لتر؟ 6 لتر. قالت لنا إن الماكسيموم بريدنج لو الواحد اتنفس بأعمق ما يمكن وأسرع ما يمكن، سبحان الله في خطين ممكن البنات ياخدوا 120 لتر. يعني 20 مرة نورمال، شوف الاحتياط عندكم قد إيه البنات والولاد أكتر عشان الأمراض أكتر. 120 لتر. يبقى نورمالي البنات بتاخد 6 لتر. لكن تقدر تاخد 120 ده الماكسيموم بريد. يبقى الاحتياطي عندها كام؟ ايه رايك الاحتياطي كام؟ اللي بتاخد 6 تقدر تاخد 120، الاحتياطي كام؟ 114. انا بقى عشان الحته دي بقى اسهل اقول لا بنت ضعيفه شويه بتاخد 100 لتر مش 120، بنت ضعيفه قوي. يبقى الاحتياطي عندها بتاخد 6 لتر، يبقى الاحتياطي عندها كام؟ 94. فقال لك النسبة بين الاحتياطي والماكسيموم بريدنج لازم في البنت العادية خالص يبقى أكثر من 90%. لو أنا عندي ديسنيا باخد كتير يبقى اللي فاضل لي احتياطي هيقل. مش كده الاحتياطي هيقل، خدت كتير من الاحتياطي. فالنسبة تبقى تحت 70 في الإيه؟ فسموا ده ديسنيك اندكس معامل النهجات. بالعمل انا قلت ليه برغم انه مشطوب عشان هتسمعوه للدكتور عدلك سمعتوه لعبد الله. نورمالي بناخد كام لتر؟ نص لتر 12 مره كام لتر؟ زيت. لو تنفسنا اعمق ماكس ماكسيموم بريد يبقى
احمر واسع ممكن البنات مش الولاد. لا شيل ده شيل ده سبحان الله. يعني جهاز بياخد 6 متر كان فينا عنده 120، بنت ضعيفه تاخد 100، يعني تاخد 6 وتقدر تاخد 100، يبقى عندها احتياطي كام؟ 94. نسبه الاحتياطي للماكسيموم لازم تزيد عن حسب البنت الضعيفه 90. امتى يقل النسبه دي لو هي عندها 90؟ يبقى هي اوريدي بتاخد كتير يبقى المفروض لها احتياطي قليل، تبقى النسبه تحت 70%، يسموها ديسكت اندكس. انت تحس نفسك متقطع لو بدل ما تاخد 6 لقيت خدت 12 او 18، مش طبيعي. تحس بنفسك اول مره تحس بنفسك رغم ان 6 لتر بتحس بيه لو ريسبريشن ضابط او تريبل تحس انه نفسك صعبه ضابط او تريبل. ازاي شخصك دي انها عندك ديسنيا لو النسبه للاحتياط والماكسيموم بريدنج بقت تحت 70% بدل 90%. فاضل لنا ربع ساعه الحصه الجايه او ثلث ساعه وخلص، وبقيت حصه عليك حاجات بسيطه في الاسبريشن. يلا امتحان Circulation of the